ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا الفقره المنتظره اللي كلنا منتظرينها، بس هشوف هسيب ضيوفي هم اللي يعرفوا نفسهم. اتفضل. اياد مغني راب وبعمل مزيكا وكده. نورني اياد. محمد اسامه من المطريه، بغني كلاسيك ويعني بقالي فتره بغني، بس اللي هو ما عملتش حاجه في مجال الغنى لسه. طبعا واهل المطريه سلامي لهم من هنا. ربنا يخليك. انا اسمي احمد عماد، بس شهرتي في المجال احمد بيبو كده. نورني يا احمد، ولا انك شكلك كده المشاغب بتاعهم يعني. اتفضل. انا احمد النجار، جار الاستاذ محمد رمضان، وممثل اكشن وبوس كفر الشيخ، اجدع ناس في الدنيا. وثقة في اللي انا جاي. البصه دي يعني حضرتك هتضربني بعد. منورني والله يا جماعه. ده نورك يا استاذ. عايزه هبتدي بمين طيب؟ ابتدي بالغنى اللي انت عايزه. خلينا ابتدي باليمين بقى. تمام. يا اياد انت بتقول لي ان انت مطرب. اه. صح؟ طيب سمعني حاجه كده. تمام. بس عايزه ايه؟ بص عشان هم لا لا ما هو يرجع مع نفسه الاول ولا ايه؟ طب خلينا نخش في محمد. تمام. وخلينا انا وبيبو ايه؟ معدي. خش. تمام ماشي. تمام. سيبي روحك وارقصي بين ايديا واهمسي حضني بايديكي واضحكي وعلى ودني ميلي واهمسي سيبي روحك وارقصي بين ايديا واهمسي حضني بايديكي واضحكي وعلى ودني ميلي واهمسي نفسي فيه عايز دلوقت اشيليك وبيتنا نجري عليه ايدك على ايدي كده. هبدا الاول وهرجع لك برضو بالسؤال، بس هشوف اياد. انا عايزه في حركه انت بتعملها بيت بوكس قصاده على طول، يعني عايزه نفس الحركه اللي انتوا عملتوها دلوقتي تعملوها قبل الهوا تعملوها كده. تمام ماشي. بس عايز اقول لك حاجه، دي مش اصلا ده مش مجالي الاساسي برضو، يعني مش هنوضح حاجه، بس هي حاجه حلوه يعني. ماشي. تمام ماشي. ابدا. طيب ماشي اعمل بيت. يلا انت ابدا. فرق واضح بيني وبين الناشئين دول، احمر لك ديفل من غير مشرب بالريد بول برد على البيت مسؤول كسر حقبه بعد تجور عزيزنا محتاج تف ولا متشت اكسب ثواب واتمنى كان نفسي ادعي لربنا واتمنى في حاجه تانية. انت اشتغل في الاستوديو جوه معايا. انا عادي ممكن اكمل ساعه طويله، فعشان عادي كنت تجيب مثلا اربعه او حاجه. الله ينور عليكم كده. تمام. هو انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي الاول؟ انتوا صحاب؟ انت من مطريه قلت لي. تمام. من الهرم. الهرم. من الهرم. اكتوبر. من مصر القديمه. طيب يعني ما شاء الله عليكم كل واحد من مكان. من مكان. اتجمعتوا ازاي مع بعض؟ انا ممكن اقول لك. ممكن يكون احمد هو كبير بتاع البابا. احمد كبير بتاع حمو، اتعرفت عليه في الانتخابات. تمام كده. فلقيت واقف بيغنوا كده، صوته عجبني، فقلت له تعالى ايه اقعد انت هنا، مع اني ما كنتش طالع حد فوق. فقعدنا وبتاع، بقى صاحبي. انا رحت لقيته بياكل بني ادمين على الباب. هو اصلا بص البصه بدايه الفقره. بالنسبه لاياد، اياد داخل يركب العربيه وانا قاعد، وهو داخل يركب العربيه انا قاعد جوه في العربيه، لان انا عامل كده. فبيقول لي ممكن اقعد هنا؟ قلت له اه اوعى تقعد هنا، هو البيت. فضل قاعد عامل كده. قاعد بعيد وكل شويه يجي يبص لي خايف. حصل. بالنسبه لبيبو، بيبو في التصوير بص ده طبعا جاي قصه ثانيه خالص. جاي لممثل كده بقول له انت جاي ليه؟ فقال لي انا ممثل كذا كذا. قلت له بقى يا ابني امشي.
كلمني كده قلت له بره امشي. حصل وبالفعل انا مشيت على فكره. وبالفعل انا مشيت بس لقيتهم هو كان بيتكلم بجد. هي بقت صحوبيه بقى. فهي بدات صحوبيه كده. يعني احمد مهما يعمل مواقف او طرائف في اي حد بيرجع يقول له لا يا ابني انا طبيعي عادي. لا هو على فكره برضو احمد حتى لما كان بيتكلم معايا بيقول لي اياد 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 كل كلامه عليكم. وبعيد عن اي حاجه يعني احمد اصلا شخصيه كويسه جدا وقلبه طيب جدا. لا هو احمد اصلا ثاني بس هجيبه في الاسئله بس عشان ايه. انت بتقول لي الجارد بتاع النجم الكبير طبعا محمد رمضان. ان شاء الله. تمام. انا عارفه ان انت بتمثل معاه في المسلسل الجديد بتاع موسى ان شاء الله في رمضان. ان شاء الله الدور في المسلسل موسى. وامبارح انا كنت في مسلسل النم محمد بتاع إمام. بطوله الاستاذ محمد امام. تمام كده. طالع بخطف وكده وبعمل مشكله مع الاستاذ محمد امام. وبقبض فلوس. اهم حاجه تبقى في الوجه. في الحقيقه وفي التمثيل. اسالك على حاجه تخص النجم محمد رمضان. تمام اتفضلي. محمد رمضان الفتره الاخيره طبعا كله عارف ان حصلت ضجه عليه وكان في برضو ايه زي اختلافات او اعتراضات على اسلوب. فانا عايز اسال عايز اعرف من بما ان انت طبعا انا عارفه ان ليك فتره طويله كمان معي. فانا عايز اعرف بس عايزين نعرف محمد رمضان الانسان بغض النظر عن الفنان. انا عايزك تكلمني عن محمد رمضان الانسان. هو اللي بينادى على الناس عشان يجوا يتصوروا. احنا بنمنعوا الناس. هو اللي بينادى عليهم يا حبايبي عاملين ايه يا بابا تعالوا تعالوا عايز اتصور تعالوا يا بابا يا استاذ محمد. يعني في مره قلت له خلاص عيش عيش مع الناس. الناس بتموت في حاجه اسمها محمد رمضان. هو حد جميل على فكره. وانا عشان كده انا حبيت ان اسالك لان انت حد اشتغلت معاه ادب الدنيا واحترام الدنيا ما شوفش اي حاجه وحشه منه. تفتكر ايه اكتر موقف تفتكره لمحمد رمضان؟ اجمل موقف عجبني في حياتي ان احنا كنا بنصور في مسلسل زلزال في الصليبه. فصلاه جمعه احنا رايحين بالعربيه احنا اتاخرنا على الصلاه واحنا لقينا الناس خلصت رجعنا احنا بالعربيه واحنا راجعين فهو مقابلنا بالعربيه ايه يا رجاله انت ما وصلتوش والله ده المسجد خلص الصلاه. احنا رجعنا ما وصلناش اقسم بالله هو احصل لها ظهر. طب هو ليه الناس كتير او في ناس مش هنقول في النجم محمد رمضان محبوب من ناس كتير طبعا وفي ناس واخده جنب شويه منه او عليها حبه اعتراض منه ليه؟ عشان نجح وجابها من على الصفر. ده الطبيعي طبعا ان حد ينجح ويوصل اللي هو عايزه للعالميه. هو تعب فعلا هو تعب قبل ما وصل اللي هو فيه فعلا. يعني في حاجه مواعيد العمل عنده يعني محترم في مواعيد عمله. انا واخده قمه ليا بالامانه. يعني هو مفيش عنده تكبر ولا الكلام اللي لا 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 مفيش الكلام ده. هو اللي بيمشي يضحك مع الناس يا رجاله عاملين ايه يا بابا يا حبايبي انتوا اخواتي ولا الحقيقه ولا عشان شغال معايا هو هو قال لك قال لك اللي كنت هقوله. ادب الدنيا احترام الدنيا رجوله وشايف شغله مواعيد عمله وانت اديك انت شايف كل يوم اذا كان مسلسل او فيلم الحمد لله رب العالمين بينجح وكل اغنيه ليه بتجيب ترند وشايف شغله كويس قوي ما كانتش دبي بتحب الحب ده كله. هو حب الناس طبعا نعمه اكيد. وبعدين ما فيش حد بيكتسب حب الناس ده كده من فراغ. فانا عايزك بس تقلد لي كلمه هو بيقولها ثقه في الله نجاح قلتها لي بره قولها لي يا حبايبي عاملين ايه يا بابا. ثقه في الله نجاح يا بابا حبايبي عاملين ايه تمام كل سنه طيبين ان شاء الله انتم معايا اليومين اللي جايين يا حبيبي يا غالي عامل ايه يا بابا حبيبي. طيب قول لي بقى انت عندك موهبه التقديم. بس إيه؟ الاول انا عاوز اشكر اللي هو ايه اللي هو ابويا الثاني اللي هو افندينا مصر المعلم اسماعيل دولار والكابتن عصام دولار واخويا مصطفى مجانس. دول معاك في دمت. دمت اللي وصلوني ووقفوا معايا وسندوني في كتفي واهلي واصحابي وكل حاجه دمت كل حاجه عندي. حلو طبعا ان انت تعترف وتجامل حد معاك دي حاجه كويسه. بجد. وطبعا الاستاذ الكبير الاستاذ مصطفى الغزولي منتج ادب الدنيا واحترام الدنيا والاستاذ علي علام والاستاذ محمد سلامه مخرج مسلسل موسى. تمام. طيب انا عايزه بقى ايه هتقلد لي حاجه عشان احنا معانا طفلين كمان صغيرين تاني. تمام. فانا عايزاك تقلد لي النجوم. عايزك تقلد لي الليمبي بقى. انت قلدت لي شويه حاجات كده فعايزك تقلد لي الليمبي. تمام. انا من السلام عليكم. انا هضعف كل الادمين الموجودين في المنطقه على تشرب بين الادمين على مش موجود في مصر بس على تصنف لي على العد الصباح ده انا بسد اكون تحت ميزان ملك الصلح او بتدفع منهم سندوتش حلو بالقشطه او بالنسبه ان انا احب اذكر الاستاذه المسؤوله للبرنامج عن الثقه و اقعد متصور معايا على نقطه اطلع اطلع طلعت
انا بشكرك على اللقاء الجميل ده والله العظيم بجد ونورتوني. لو حابين تقولوا لي حاجه لبعض لان انا حاساكم عمال تبصوا لبعض ليه؟ في حاجه؟ مش نبص ولا حاجه. لسه اغنيه بسيطه بس هنقولها لبعض. بص اللي نفسكم فيه النهارده اعملوه. تمام والله اللي نفسنا فيه بجد يعني ان احمد هو شايف نفسه خلاص وصل اللي هو كان عايزه من زمان وبرده نفسه يوصل. لا بالعكس انا شايفه ان احمد حابب ان هو يوصل اكتر من كده كمان. بس احمد هدفه كله انه يوصلنا احنا يعني. هو كان دايما يقول لي لسه بقول لك كلام هو عليك لغايه لما انتوا تبقوا حاجه كبيره جدا وانت يا حمو ميني لازم تطلع تبقى تكسر الدنيا محمد رمضان او حمو بيكا والناس دي مش اقل منك. انت لازم تكون يعني حتى في وسط الناس دي واحنا هو اللي بيدينا الدفعه بالظبط كده. هو دايما اللي بيشجعنا الدفعه اعمل كذا ما تعملش كذا يعني احنا من غير سؤال ومن غير مكالمات وكل يوم يكلمنا ويتصل بينا احنا كل واحد في حاله. هو احنا الاربعه اصلا كل واحد مننا بيعافر يعني كل واحد مننا بيوصل. نورتوني بجد النهارده وانا بشكركم جدا على لقائكم ده. انا ممكن اقول لهم حاجه بعد اذنك؟ لا اتفضل. يعني اقول لهم حاجه يا استاذ حمو بيكا اعلى عرس يسحبوا ملايين بس خلاص. وانا بختم برضه بيها الفقره ونروح لفصل نرجع لكم تاني.